وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، إن الله يأمر بالعدل والإحسان، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. يأتي العدل في قمة سلم الأولويات الأخلاقية والقانونية، لأنه الميزان الذي يعول عليه في الحفاظ على دورة الحياة في الدولة والمجتمع. ويعكس القرآن الكريم هذه الأهمية في العديد من الآيات، ومنها إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. أنزلت هذه الآية في عثمان بن طلحة الذي كان سادن الكعبة في الجاهلية، أي خادمة. فأقبل النبي عليه يوما يريد أن يدخل الكعبة مع الناس قبل فتح مكة، فأغلظ له عثمان بالكلام، فأصبح عنه النبي وقال له: لعلك سترى هذا المفتاح يوما بيدي، أضعه حيث شئت. وبعد مرور الزمن وانتصار المسلمين يوم فتح مكة، قال النبي لعثمان بن طلحة: ائتني بمفتاح الكعبة. فسلمه إياه، فدفعه النبي إليه وقال: خذوها خالدة تالدة، لا ينزعها منكم إلا ظالم، معيدا له الأمانة رغم أنه كان لم يسلم بعد. فقال عثمان: أشهد أنك رسول الله. وسدانة الكعبة ما زالت حتى يومنا هذا عند بني شيبة، التزاما بعهد النبي لعثمان بن طلحة. ولعل أكثر من اشتهر بالعدل من الخلفاء هو عمر بن الخطاب، الذي سماه أهل الكتاب بالفاروق لما رأوا فيه من عدل لتخليصهم من جور الاحتلال البيزنطي. كما عرف الخليفة الأموي عمر بن عبد العزيز بالعدل والإنصاف تماما كجده عمر الفاروق. فلما كتب والي خراسان إلى عمر بن عبد العزيز يستأذنه باستعمال العنف ضد الشعب، رد عليه: أما بعد، فقد وصلني كتابك، تذكر أن أهل خراسان قد ساءت رعيته، وأنه لا يصلحهم إلا السيف والصوت، فقد كذبت، بل يصلحهم العدل والحق، فابسط ذلك فيهم. أما بعد وفاة الخليفة المعتضد بالله العباسي، كان ولي عهده ما زال صغيراً، فاستلمت أمه السيدة شغب شؤون الحكم مكانه وباسمه، فعملت على تعزيز دور المرأة في الدولة، وكان مما فعلته نقل القهرمان ثمل من منصب مديرة شؤون البلاط إلى منصب قاضي القضاة، فكانت بذلك أول وزيرة للعدل في العالم. يقول الخبر أنه في أوائل القرن العاشر للميلاد أمرت السيدة أم المقتدر قهرمانة لها تعرف بثمل أن تجلس برصافة بغداد للمظالم وتنظر في كتب الناس كل جمعة، فأنكر الناس ذلك، فجلست أول يوم فلم يكن لها فيه طائل، ثم جلست في اليوم الثاني وأحضرت القاضي أبا الحسن ابن الأشناني، فحسن أمره وخرجت التوقيعات على سداد، فانتفع بذلك المظلومون وعادوا عن رفضهم لتوليها المنصب، وكان يحضر مجلسها الفقهاء والقضاة والأعيان. يحتوي التراث الإسلامي على الكثير من الأخبار التي تظهر نزاهة واستقلال القضاء في كثير من الأحيان، وذلك تبعا لطبيعة العلاقة بين الحاكم والقاضي، إلى أن أتى الملك العادل نور الدين زنكي الذي عمل على مأسسة القضاء من خلال دار العدل في دمشق، والتي تخصصت بالتحقيق في فساد كبار رجال الدولة، وهذا الإجراء من أهم ملامح التقدم في دولة المؤسسات.